أستاذ عمر وفيدي، السلام عليكم، مرحبا على أمواج الإذاعة الوطنية. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا على هذه الاستضافة وشكرا كذلك على هذا الموضوع اللي صراحة هو ماشي موضوع سهل وما يمكنش يتحصر يعني في مداخلة واحدة، يعني هو موضوع اللي هو كبير صراحة بكبر والأمراض اللي كاينة فعلا، لأن كل أسرة تتعامل مع واحد المريض، كل مرض عنده نوع خصوصية صحيح وعنده كذلك شكل من الأشكال ديال التأثير على الأسرة. نعم هو صراحة اهتمام كبير ولجينا نبحثوا يعني في الكتب ولا حتى في يعني في الليزوبيو اللي كاينين حول هذا الموضوع، يعني صراحة راه ما غنلقاوش، يعني كاين ندرة كبيرة في المعلومة للأسر، يعني ممكن نلقاو أن كيفية التعامل مع المرض ولكن ما كاينينش كيفاش تتعامل الأسر مع المريض، وهذا صراحة من زين الأمور اللي خاصنا نشيروا لها. وشكرا أنك تبتي هذا الموضوع. العفو علم أنه دابا البيوت المغربية كان الحمد لله باقي ذاك النوع ديال التكافل، بالتالي كتلقى شي حد مريض في الدار محتاج للرعاية، بعد مرات الجيران كيهتموا بواحد المريض ما عنده حد، كتلقاهم تيوكلوا تيبدلوا ليه تيغسلوا ليه كيعطيوه الدواء في الوقت، وهذه حويجات اللي باقي الحمد لله كاينه، على الرغم من هاد ولينا في يعني كنعيشوا هاد كما كنقولوا النظام ديال العائله النوويه، على الرغم من ذلك باقي التكافل. واولا تلقى شي الام مريضه ولا الاب مريض ولا شي اخ عنده مثلا شي مرض نفسي، ولا مع ذلك باقي العائله كاينه ديك اللمه في هذا الموضوع هذا بالذات. هذه في حقيقه نشكر عليها الله، لان الحمد لله انه مازال، ولكن كتبقى واش احنا مجبرين يعني نعيشوا واحد الوضع يعني كيتفرض علينا بداك التفاصيل الممله ديالو، واش الا كان واحد كيتالم خص يعني واش، لان الحياه كنعرفوا كتستمر. هذه أسئلة أنا كنطرحها لأن على لسان بزاف تاع الناس اللي هضرنا معاهم في الموضوع، يعني واش خاصك تمشي مع المريض وتبدل حياتك كاملة، أو لا دير هكذا وهكا كي كنقولوا تحاول توازي، كيفاش يتعامل الشخص حالة في حالة هذه؟ صحيح، لا سمحتي لي أنا غادي نحاول نمشيو في المحطة قبل ما تيكون المرض. احنا حاليا في الاسر ديالنا تنخدموا بالمبدا ديال جاتنا على غفله، وبالتالي اي حاجه اللي جاتنا على غفله ضروري غتكون واحد التوتر، ضروري غيكون واحد بيرتورباسيون، علاش؟ حيت حنا ما مولفيناش، دونك اوتوماتيكمون تنحسوا بان هذه القضيه ما غنقدروش نتماشاو معاها، وتلقاي انها مجموعه ديال الاسر ان فاش تيجي المرض تيجيو معاه مجموعه المشاكل موازيه. يعني كان ذاك المرض جاب معاه وحمل معاه ذاك المشاكل الاسريه اللي تجي بعد المرض. يعني هذا المبدا باش نحيدوه، هذا المبدا جاتنا على غفله تنحيدوه بمبدا التنبؤ. خاصنا نبنيو اسر، احنا دابا تندويو على قبل ما يكون عندنا مريض في الدار، قبل ما يكون عندنا ازمه في الدار، احنا تندويو على قبل. نعم. مبدا التنبؤ يعني قبل ما يكون عندنا المريض كيفاش نديروا الاسر ديالنا؟ واش الحمل كله تيكون غير على واحد الفرد دائما؟ مثلا خصوصا في الاسر ديالنا تلقي الحمل كله على الام مثلا. نعم. ولا طاحت الام كتلقى شي وحده من بناتها مثلا. هذيك البنت اللي باركه في الدار اكسترا، دونك هذيك البنت هي اللي تتلقيها تتحز الحمل كله، وبالتالي حتى فاش يجي مثلا ذاك الازمه او ذاك المرض شنو تلقاو؟ تلقاو هي ثاني اللي تحملت المسؤوليه كلها، وبالتالي تلقاو ضروري واحد بحال تنقولوا واحد الضحيه ديال ماشي ديال المرض، يعني تيولي عندنا ضحيه المرض وضحيه اخر الوضع تما كاين فوالا ديال الوضع الجديد. وبالتالي قد ما بنينا واحد الاسر اللي هي تتقاسم اصلا الحاجيات ديال المنزل والاعمال ديال المنزل والاهتمام ببعضنا البعض، ماشي غير واحد هو اللي تيهتم بينا كنا وحنا كنا تنهتموا براسنا، اذا فاش غادي يجينا ذاك المرض غادي نقدروا نستقبلوه؟ علاش؟ حيت حنا اصلا تنخدموا بحال واحد الفريق. يعني كل واحد كيدير حاجه، يعني خصنا ناسسوا التعاون داخل الاسره، ما يبقاش ذاك الحمل على واحد. فوالا، حيت شي يبقى على واحد معني اننا راه تنضروا حتى بهذاك الواحد، حتى هو غادي واحد النهار كيعيا، واحد النهار كيمل، واحد النهار خصو كيبدا يفكر بانانيه في راسه ومن حقه.
نعم، وهذا هو اللي تيحل لنا المشكل اللي قلتي ديال الاولاد، ان الاولاد ما تيفهموش شنو طاري في الدار. علاش؟ حيت هما اصلا تيكونوا مولفين واحد لا سيتياسيون ستابل، واحد العيشه عاديه، ما تيتحملوا حتى شي مسؤوليه، ما عندهم حتى شي مشكل، وبالتالي فاش تيجي واحد الوقت اللي خاصهم على الاقل مثلا ينوضوا غير يصيبوا الفطور ديالهم، اولا غير يلبسوا لبسهم، حيت الام خاصها تمشي مثلا، نفترضوا ان خاصها تغسل ديك الام ديالها، اولا خاصها مثلا توكلها بشويه اكسترا. دونك تلقاو الاولاد انهم ولفوا ان الام هي اللي دير لهم كل شيء، وبالتالي تيتولي عندها جوج المسؤوليات، وحنا راه عارفين راه الانسان طاقه ما يمكنش انه يتولى فعلا المسؤوليات في نفس الوقت. نعم، إذا سمحتي لي سي عمر وفيدي، غنتذكر هذه النقطة باش إلا بغيتي تزيدنا فيها شي معطيات. عندنا غير واحد المكالمة من المحمدية ناخذوها معنا. السيدة مريم، لالا مريم أهلا وسهلا. السلام عليكم. إيمان عفوا، إيمان من المحمدية. ما مشكل، كيداير لالا إيمان؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. الله يبارك فيك، شكرا على هذا البرنامج، شكرا للأستاذ عمر على هذه المداخلة القوية، تبارك الله عنده ما يقول، الله يبارك فيكم. ألوغ غادي نحكي لكم واحد الحكاية كونسيغنو هذا الموضوع ديالنا. الموضوع ديال واحد في العائلة كيمرض. ألوغ كتكون واحد العائلة اللي هي نورمال، كتكون من الأم ومن الإبن اللي هو محط إعجاب ديال هذيك الأم، عنده وليدات وساكن مع أمه، وعندها وكاينين ثلاثة الخواتات كلهم مزوجين كلهم بديورهم. باختصار هاد الأم كتجيها جلطة دماغية، المرض اللي دويتو عليه قبيلة في الأمر العصبية. نعم، جاها قطع عليها العرق، وقع عليها واحد الشلل نصفي، وقع عليها شلل نصفي. إذا بهذيك العائلة كتقلب رأسا على عقب، هذاك الولد وهذيك المرأة، الولد اللي هذيك الأم فنات حياتها عليهم، هذيك المرأة الأخت عائشة، هذه الأم سميتها عائشة، اللي فنات حياتها وفنات العمر ديالها على ذاك الولد اللي عنده ثلاثة الوليدات، وفنات حياتها على ذيك مرة الولد اللي كتصبح ناعسة وكتمشي للجدة اللي كتمشي تتقدى وكتطيب وكتصيفط الوليدات للمدرسة. فإذا بهذيك العائلة، فإذا بهذيك العائلة ملي الأم كتمرض، فهذيك مرة الولد وهذاك الإبن كما كنقولوا بالمغربية تسيفوا من خواتاتهم، والابن جرع على خواتاته من الدار، قال لهم ما تبقاوش تجيو نتوما ولادكم. يا الله يا الله. وجات واحد الابنه ديالها ساكنه في خريبكة، خلات ولادها وخلات الزوج ديالها عايشين بوحدهم، وجات باش تقابل الام ديالها، كتطاهد هذيك الابنه، كتعاير بالمعيار الخايب، كيتلاحوا لها حوايج الزنقه من طرف هذيك الزوجه ديال الابن. نعم. كتعاير من طرف الابناء. كتسب. واخا والابن هنا، والابن هنايا شنو الابن متفرج دير. الابن هو متفرج ويساند زوجته في افعالها الشيطانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. الزوجه ديالو هذيك الشيطانه الله يسمح لي منها، ذوك اللويسات ديالها ما عمرهم ما اداوها، ما عمرهم ما عيروها، ما عمرهم ما قاصوها، ربوا لها وليداتها، كيهزوا من ديورهم وكيديوا لذوك الابناء ديالها، فاذا بها ما عمرها ما قاست هذيك العدوزه ديالها، ولا قالت لها عي صباح الخير، ولا طيبت ليها، لدرجه دابا الابنه ديالها مريضه مسكينه بمرض السكري، ومريضه مسكينه بالطونسيون، وجات مسكينه كتقابل الام ديالها. يعني مريض مقابل مريض، يعني مشاكل اجتماعيه ناتجه على خليك معايا نشوفوا استاذ عمر وفيدي شنو غادي يقولنا، لان دابا لخصتي لينا الموضوع كامل. وهذه الحاله هذه في الحقيقه راه حاله اللي للاسف كاينه في بزاف ديال الديور ديالنا المغاربه للاسف. واحد النقطه، الولد عنده واحد الهدف، عنده هدف اللي هو الورث، هو انه شنو دار؟ عنده ابارتمون، هي الدار على ثلاثه ليطاج، واخد لابارتمون ديالو وعايش مع مول تحت، وملي مرضت الام خدا بيت داروا لولدو ودار اطولي ديالو، عنده مطبعه ودار اطولي في الدار ديالها، ولاو الناس كيجيو الضياف، والله القسم كيبركوا بواحد في الدريت المراح، ما بقاوش البنات البنات كيمشيو دابا كيدخلوا لواحد البيت عند الام باش كيشوفوها. انا شخصيا ما بقاش كنمشي لدار الجده ديالي، لانه عايرني بكلامنا بانه الزوج ديالي جرع علينا الى اخره، جرع على خوتو كاملين. نعم، خليك معنا نشوفوا شنو غيقول لنا السي وفيدي. سي وفيدي، نعم انت سمعتي لهاد الحاله، شنو رايك؟ هو اولا خصنا ناكدوا ان الاستثناء لا يؤكد الخاصيه، يعني هذه حاله استثنائيه، بالتالي دابا هذه ما عندهاش موضوع كوتشين، هذه موضوع قانوني اكثر ما هو كوتشين، لان هنا تيبان لنا حق اللي وضيع من حق الام. ويعني حنا تنستغربوا كيفاش ان هذا الانسان يعني تيتعامل بهذه الطريقه للاسف. انا تنشوف يعني بما ان عنده بنات اخرين علاش ما ياخذوهاش؟
يعني فرحت هذا لان هذه دارها وياك مازال معنا ايمان. ايمان ودابا نعطي الاستاذ عمر الاختصار. عندها ابنه في ايطاليا في الديار الايطاليه ما يمكنش كتقول لك غندي امي ولكن الاخرين خافوا قال لك خصنا منا ايطاليان. وعندها ابنه كتسكن في فوق خبيل كتمشي مسكينه يوميا اللي هي الام ديالي كتمشي يوميا قابلت امها لمده 22 يوم في الكلينيك وخلات راجلها وخلات بنتها ما يمكنش ديال عندها لانها ساكنه في الكابريام ايطاج والام كتحتاج للترويض ثلاث مرات في الاسبوع. وكاين الابنه الثالثه اللي هي كتسكن في خريبكا جات استقرت مع الام ديالها هي ديك تيك هي اللي خلات وليداتها خلات وليداتها وخلات الزوج ديالها وكتعاير وكيطلبوا المصروف. لا حول ولا قوة. يعني كيطلبوا وما فكرتوش في هذا الموضوع ديال ان مثلا الوالده ديالك تاخذها عندها ولا ديك البنيته اللي في خريبكا تاخذها تدي الوالده حيت كدير الترويض كدير الترويض والابنه ديالها اللي ساكنه في المدينه كتسكن في الكاتريام ايطاج. يعني سيدي فيتي المراه دايره الكروسه غتطلع في الكاتريام ايطاج وثلاثه المرات في الاسبوع خصها تنزل وتمشي دير الترويض. اذا كاين استثناءات يعني تقدر تاخذها يعني ولكن ما يمكنش. واخا سي عمر ممكن تدخل تفضل. واخا هو دائما تلقاو حنا يعني اسمح لي انه دائما تلقاو اعذار لنفسنا وما تنشوفوش اعذار الاخر. يعني بما ان كل شيء ما قادرش يتحمل المسؤوليه يعني حتى حنا خاصنا نحترموا هذاك السيد باش نتفقوا حتى حتى واحد فيهم هو كل واحد عنده العذر ديالو بانه ما يهزش هذه المراه صافطين. يعني حتى هما عندهم جزء من المسؤوليه ما يشوفوش غير الدريب بوحدو خاصة وهي في دارها صافطين. يعني ممكن حتى هما تيشوفوا بواحد الكاميرا خارجيه تيشوفوا هذاك السيد وبما اننا غلبقينا تنشيطوا يعني شنو كيبان انا كيظهر لي كيبان لي بلي ذاك الابن نعم. يعني اكثر واحد استفد يعني بين مزدوجته من امه متفق معاك يمكن سكناه مسكناه نعم. عايشه معاه عايش معاها رافده الهبل ديال وليداته مهليه فيهم معاونه مراته انا ما تنعطيش عذر نعم. انا ما تنعطيش عذر نعم. انا غير باغي نحل دابا دابا حيتاش كل واحد فيهم لا لاحظتي كل واحد تيقول لك انا عندي هذه اذا ما نقدرش ندير هكا متفقين. يعني وزائد ان الانسان الا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معاه دائما غنبقاو في دائره المشكل وما غيتحلش. يعني شنو كتقترح سي عمر؟ انا اللي تنقترح اننا اولا ما ندويوش عليه غير بالسلبيه داكو ممكن يكون عنده حتى هو اعذاره اللي ممكن حتى حنا ما نتقبلوهاش. يعني عندنا الحق نتقبلوه عندنا الحق ما نتقبلوهاش ولكن حتى هو راه اكيد عنده شي اعذار. الجلوس الهادئ والتحاور واننا نلقاو واحد حل وسط بيناتنا اننا على الاقل نقلبوا على مكتسبات اكثر ما نقلبوا على نقاط اللي هي الهو بيناتنا. نقلبوا على انه شوف هاد الام ديالنا راه مكرفصه اللي كان ممكن غير تبدل لها هاد البيت او لنا كان ممكن غير انها ما تبقاش تسمع الصداع او لكان ممكن يعني نبداو نقلبوا على ولكن حتى الخطوه دابا اللي كيبان لي اللي دار هاد الولد باش لاتولي غيولي في قلب الدار والام واحد مريض محتاج للراحه محتاج للعنايه محتاج للابتسامه. يعني انا كيبان لي وضع فيه مشاكل كثيره. أنا متفق شوفي انا متفق معاك ومتفق مع السيده 100% غير هو بعض الاحيان ما تيكونش عندنا يعني هذا السرد ديالها هي ديالها طبعا طبعا عندنا روايه واحده فوالا دونك ما تيكونش عندنا واحد النظره شامله على الموضوع حيتاش بعض الاحيان ممكن اننا نسمع اتوليه تسمعوا ضجيج في حين انه ممكن اتوليه تخدم غير في بيتي والله اعلم. يعني ما عندناش الموضوع. ممكن كذلك تكون الام هي اللي خلاته انه حيتاش حنا عارفين الامهات خصوصا المغربيات دائما تميلوا للابن وتبغوا يعاونوه من حنا وجبد يعني عندهم هذا حس المساعده تبغوا يساعدوا الابن تيقولوا راه هو الراجل اكسيتيرا. دونك ما عرفتي هي اللي قالت لي انه ممكن دير لاطيلي ديالك غير هو حنا ما نحكروش الموضوع انه راه حنا دابا اهم حاجه هو ذاك المريض فوالا شي واحد اللي يهتم به ويعتني به ويهون عليه فوالا هذيك الام خاصها حل. الحل ديالها هو اللي خاصنا نبركوا باش نقلبوا عليه. اما لا بقينا تنشوفوا غير شنو المشاكل ديالنا وشنو الاخر راه مستفاد هنا. اذا في هذه الحاله شنو كتقترح؟ انا كيبان لي ان العائله نعم وخا يكون شي ما باغي شي وشي ما كيما كنقولوا ما شامشي يعني بهذا المصطلح ديال الدارجه خاص الواحد يجلس لان عندنا واحد الام أجمل اللي تكرفصات على ودنا عمرها كامل وقفتنا على رجلينا كل واحده وصلتها لدارها باش دير حياتها. دابا هي في امس الحاجه ليهم كاملين. انت تظهر لي ان ياك ولا لا خصهم يتجمعوا ويهضروا خصهم يهضروا يدابزوا كاع المهم يوصلوا النتيجه. انا ديك المراه خصها تعتق ما كاينش غنخليوها على الهامش. شتي الى دركو
وكل واحد مبدد ديالو ما باركش على قبل راسو باش يستافد هو ولا باش انه يلقى موضع قدم في ديك الدار، كوني على يقين انهم غيلقاو الحل في 3 ثواني الاولى. اما لكان كل واحد بارك باش انه يشوف راسو، لا ولكن تيشوف راسو راه مظلوم، تيشوف راسو راه ما استفادش، تيشوف الاخر الاخر هو اللي استفاد. الا بقينا في موضوع ديال الاستفاده وواحد تيلوح الاخر الكره، كنا على يقين انهم عمرهم ما غيلقاو. لان كاين انا تيظهر لي في هذا هنايا، هنا فاش كنقولوا راه العائلات المغربيه راه كاين اللي حياته كتقلب ملي كيولي عنده مريض فحال هذا، فحال فحال هذه الا هذاك الولد ومراته ما قابلينش داك يتحملوا المسؤوليه ديال ديك المراه، عندها 3 البنات ولا بدرا كنقولوا البلان كما كنقولوا كيجي في واحد، خاص وحده فيهم على الاقل غتضحي بحياتها، يمكن تقلب حياتها، يمكن تبدل المدينه، يمكن وتجي هي ولادها كاع وتجلس مع امها او لا تهزال عندها باي وجه كان، وحده في ديك البنات اللي في الطاليان غنقولوا بعيده، ولكن بقاو جوجات يعني خص يتناقش كيفاش يتلقى حل ديك الام، لان حرام حيت هذا واجب، وراه خص الابناء يعرفوها، راه واجب ماشي شي حاجه اللي اختياريه، راه واجب عليهم. يعني شنو هو الواجب؟ الواجب هو شي حاجه خاصك ديرها، خاصك تلقى لها حل، ماشي يعني واش انت عندك عذر لا ما ديروش صافي خلي باباك ولا خلي امك. لا احنا كمجتمع مغربي ما عندناش هذه في المبادئ ديالنا، في قيمنا ما كايناش. الاب ولا خصوصا الامهات والاباء تنشوفوا انهم ضحاو سنين، تمشات لهم الصحه ديالهم، ايوه في الاخر شنو نديروا؟ تنبداو نضربوا على شكون يشدوا. بالعكس خاصنا نضربوا على شكون خاصو يبقى عنده، خاصنا هذا قال لهم يبقى عندي، الاخر قول لي لا انا اللي يبقى عندي، علاش يبقى عندك انت؟ اذا هذا هو المبدا اللي خاصنا نضربوا عليه، ماشي نضربوا على شكون اللي غادي يبقى عنده. وكيبان لي مرات الولد راه ما يمكنش تهتم بهذيك المراه فحال وحده من بناتها. انا كنهضر بشكل عام ماشي بالضروري على الجده ديال الايمان، الله يشافيها والله يكون معها والله يكون معهم كاملين، لان وضعنا حنا شفنا كيفاش كتهضر ايمان، يعني بنادم مقهور كيشوف واحد الجده اللي يمكن كانت حنينه، كانت كريمه، كانت هزه الحمل، كانت كتحل المشاكل ديال العائلات كامله، هي تطيح وتولي هي خاص لي عاونها، راه في الحقيقه ماشي سهل. غير هو ما يعني ما نحاولوش، ما عرفناش دابا، دابا هي دوات عليها دابا وفقا للروايه ديالها، دابا حنا تنهضروا وفقا للروايه ديالها، حيت بعض الاحيان الا خدينا واحد الشخص بشكل سلبي، دوينا عليه بشكل سلبي، ما تقبلناش هذاك الشخص، راه مستحيل يقبل لينا على شي واحد من العائله ديالنا. لا ولكن غير زعما في العرف ديالنا كعائلات مغربيه، راه المراه ملي كطيح غيخص لي ينظفها واللي يغسل ليها، كيبان باللي بنتها اولى، البنت اولى قبل من مرات ولدها ولا لا؟ انا سمحي لي انا تنشوف ولدها اولى، ولدها اولى، علاش لا؟ ولدها هو اللي خاصو ينظف لها، بما انه خدام تما كاين اكسترا خدام في الدار، يعني ولدها اولى. علاش؟ حيتاش انت اللي كنتي اصلا هامل امك، واش غتسنى مرتك انها دير الواجب ديالك؟ هذا واجب الابن، ولا كان هذاك الابن تحمل المسؤوليه وشافته تينوض الصباح مثلا وتيتهلا في امه وعاطيها واحد القيمه كبيره، راه هي اوتوماتيكمون باش ترضيه خاصها ترضي امه. اكيد اذا راه الابن، ابن كلشي تيدور على الابن، الا حلينا المشكل مع الابن الزوجه ولا كلشي غتولي واحد الدائره اللي هي متناسقه تصب لنا في الحل. نعم، وراه كاينه حلول، لان يقدوا مثلا يتعاونوا يديروا لها شي مراه اللي تجلس معاها مؤقتا على ما جميل يشوفوا. نعم. يعني كاين دائما حلول، وكتبا لهذه العائله خاصهم يجلسوا ويغوتوا ويدابزوا ويوصلوا لشي حل باش يقدروا يلقاو حل. نعم، لان حرام واحد الانسان اللي كيفني حياته نهار يطيح كيولي مشكل، كي غتكون نفسيته واصلا مريض. صح؟ للاسف. صح، هذا تيحيلنا لواحد الامر اللي هو مهم، هو اننا خصوصا هاد الناس اللي تيكبروا شويه تنبداو ندويو على المرض اكثر ما تندويو على الاصابه. دابا لاحظي معايا هي شنو قالت، وغناخذوا دائما الحاله كمثال، دوات لينا على انها تدير الترويض، هذه معناتها انها عندها اصابه. نعم، يعني شتي فاش نقولوا المرض دائما تنقصدوا به شي حاجه اللي ما غاديش تحيد. انا ما كرهتش ديك المرض، ما تبقاش تقال تولي تقال غير مصاب. الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايز واحد السيد هو يقولوا ليه فلان مجنون، قال لهم لا تقولوا مجنون بل قولوا اخوكم مصاب. يعني فاش تنتقبلوا الاصابه بحالاش، بحال شي لاعب تيلعب في التيران تنقولوا اصيب، معناتها انه غير رجع المباراه تزيد. يعني وضع ديال واحد مريض في الدار خصنا نقبلوه بداك الشيء اللي عطى الله، هذا حنا قدريين
في نهايه المطاف. اركان الاسلام الخمس راه الرضا بالقضاء والقدر، وبالتالي كاين اقدار في حال هذه اللي في حياتنا شي نهار كيخصنا نعيشوها، خصنا نكونوا قد المسؤوليه. هو التقبل من ناحيه انه راه هذا الامر زائل. يعني راه الا رعيتي واحد الانسان راه ما غاديش ترعاه 100 عام. يا اما انت غادي يبرى، يا اما راه مول امانه تدي امانته. متفقين؟ يعني كاين واحد الفتره اللي هي محدده، هذه الفتره المحدده ماشي حاجه وعطاها لك الله. ماشي غير صدفه انك لقيتي واحد الانسان مريض عندك في الحياه. لا، هو بمثابه تدريب من تدريب الحياه، تيشوفك واش قوي، واش تستاهل الامانه ولا ما تستاهلهاش، هو امتحان من بين الامتحانات الكثار اللي تيجيونا في الحياه. تشوف انت اصلا يعني قدامك واحد الانسان اللي وفى لك سنين وسنين ورباك اكسيتيرا، وفر لك ماكل مشرب مبيت وخدم عليك حتى واحد الايام. راه حنا عارفين الاسر المغربيه ماشي بحال الاسر الغربيه. حنا راه تيبقى خدام عليك الاب ديالك حتى تدي 25 27 فعلا، ممكن كثر، باقي ممكن لكم شهر. كاين اباء اللي هازين ولادهم زوجوهم وولدوا كيديروا لهم مصاريف ديال العرس ومصاريف ديال ولادهم اللي كيتزادوا والسبوع، وكيداويوهم ويعطيوهم باش يسافروا وباش يلبسوا وكيتقداو ما كيقولوش لهم خاص. واش كاين كثر من هكا؟ زعما كاين عائلات كثيره مازال عايشين هكا. علاش مبداك ان العائله خصها تبقى مجموعه، خصها تبقى ملمومه؟ دابا اللي دار لك هذا المجهود كله ما يستحقش منك انك ترعاه واحد المده معينه. نعم. ولا ترعاه عمرك كله، شنو في كاين المشكل؟ نعم. على اينا كيبان لي يعني هذه الحاله اللي جاتنا كانت في صميم الموضوع، كنتمناو الشفاء لهذا الحاجه. الله يمتعها ان شاء الله بالشفاء، نتمنى وربي هون عليها، ويا ريت العائله ديالها يجلسوا ويحلوا هذا الاشكال اللي بيناتهم. وراه كاينه كما كنقولوا كاين دائما حلول، يا اما غنجيبوا شي مرا نخلصوها تقابلها، يا اما غنديروا النوبه ديك اللي فخر يبقى غتجي واحد الفتره، واللي قريبه لها تجي واحد الفتره، وولدها يتحمل مسؤوليته حتى هو يعني، اولا شي وحده فيهم غتديها عندها للدار. المهم هو ان ذاك المريض اكيد كيقلب لنا حياتنا، ولكن راه يستاهل، لان ملي كان واقف راه كما كنقولوا كان كلشي واقف، اذا ما نسمحوش فيها. وملي كنقول هذه الحاله هذه فهي فقط كنبنيو عليها ياك السي عمر. نعم، هو مشابهه اكيد كاينين حالات مشابهه، وهذه فيما ان يعني التسلط راه معنيش ان كاينين ناس كثار كيعانيو نفس هذه المعاناه. نعم. سي عمر رافيدي، نتلاقاوك غدا ان شاء الله في نفس الموعد باش دائما في نفس المحور، ونتمنوا تكون معنا مكالمات اخرى دائما في بيتنا مارين. سي عمر الوفيدي كوتش، اخصائي التنميه الذاتيه مختص بالقضايا الاسريه. الى اللقاء. Thank you.